هذا الفن الاصيل التراث هو هذا الفن اللي بيقولوا على الفن اليمني هو هذا الفن تصفيق على الفن اليمني سمعكم الشو احيانا فاكرا انني كملت الجولة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا قبل يومين نزلت فيديو على الفنانين اليمنيين حق هذا اليومتين الذي بيغني من قبل شهرين ولو تصير تحجزه يشي 3 مليون وهو بيغني من قبل شهرين ما أكيد بيدق سوا يدق عدو ويشبك يشبك على العدو وهو ما يدش لا يغني والكلمة حقها يعني شرمطة لا دكة ولا غنى ولا صوت ولا مبتدئ ويشي 2 مليون أنا بنتكلم على هؤلاء الفنانين أما أساتذة الفن اليمني فوق عيوننا وروسنا مثل أستاذ حمود السمة فوق عيننا أستاذ حمود السمة كيف أستاذ حمود السمة حسام الحب أدوات الكبسي يعني العنبة عبد الرحمن الأخبش الخزاعي يعني هؤلاء الفنانين يعني لهم تقديرهم واحترامهم احنا نتكلم على هؤلاء الفنانين هؤلاء حق هذا اليومتين لا كلمة ولا شعر ولا غنى ولا يعني شوهوا بصورة الفن اليمني احنا ايش خايفين على الفن اليمني من الضياع فقط احنا خايفين على الفن اليمني أترى. انا ايوه التراث صح احنا خايفين على التراث انا قبل يومين نزلت فيديو ونفلت يعني طبعا فعلت الفيديو وانا كنت مريض تعبان تحت يعني تأثير المخدر بره ما كنت بوعي نفلت الكل نفلت الكل ما كنت بوعي مريض انا فيني كورونا لا من شم ولا طعم ولا اسمع ولا بسر ولا والله انا مريض فسرت على المستشفى ضربوا لي بره مدري ما فعلوا لي في الابره ضربوا لي هلوس انا فتحت عيني خرج من المستشفى هلوس فعلت فيديو على طول يعني ما انا بدون وعي فاذا زليت ولا شيء المسامحه والفنان هؤلاء الكبار لهم احترام وتقديرهم احنا بنقصد الفنان هؤلاء حق هذا المثل هذا اول شيء صح. ثاني شيء طبعا رسالتنا الى مثلا استاذ حمود السماء الى ذيه الى الفنان الكبار لا استاذ احياء اذا يعني في واحد مسكين مستضعف ما بسمع صوت ونفسه تجي عرسه يا اخي شيء اذا به غني اعرض امه 20 مليون تصنع علينا ما علي يا اخي اعرض طب الله احنا يعني لا شيء واحد مسكي طول اليوم هو فوق المطر فاتح حمود السماء ولا فاتح ونفسه تجي العرس امنية حياته يحبه امنية والله. حياته يجي عرس ايش اللي عنده يقول له يعني هذا مالي يعني قدروا لا شيء مسكين لا شيء ولكم كل احترام وتقدير واحنا خايفين بس على التراث لا يضيع اما يعني انتم لكم احترامكم وتقديركم استاذ حمود السماء يعني اقوى تحيه استاذ حمود السماء تحيه حمود السماء ايوه هو في القلب لا يعني ايش لا تزعلوا ولا شيء اعرفوا انكم في القلب مهما زلينا مهما ندفنا مهما انتم في القلب ويعني ما في القلب هو في اللسان وبعدها بنفعل فيديو وانزل لا به مراجعه ولا اهم شيء وما حصل حصل وتحياتي واشواقي وكن قدروا لا شيء مسكين لا شيء فقير لا شيء ذي قدروا وشيروا عند الكل غني عرضه مسكين شر عنده يا أخي ب100,000 ب200,000 وتحياتي وأشواقي والمسامحة من الجميع جميل وما عاد باقي ناقص تصفيق على الفن اليمني تصفيق على الفن اليمني تصفيق
اسمعكم اغنيه انتم تشتغلوا اغنيه بمناسبه هذا الف ليله شمالنا وليله اي حاجه يا عبرت الفضاء الحبيشي الحبيشي يا عبرت الفضاء يا بي عبرت الفضاء غني يا مالك لا اوزن العود يا ذي عبرت الفضاء بالله كيف الحقيقة بيني وبين القمر بيني وبين القمر حق المسافة دقيقة وأنا قوي النظر ما زدت نزال أنا في حلم أو في حقيقة ولا دريت الخبر ولا دريت الخبر أحسن على هيا الذي عبرت الفضاء بالله كيف الحقيقة لما
زفا زفا على الاشتراك وعلى الجرس والفنانين يخفضوا الاسعار عشان الفقراء والمساكين ينبسطوا. تحياتي.